الأحزاب سيداتي وسادتي هي سؤالنا الصعب في هذه الجلسة. الأحزاب المصرية متهمة دائما بأنها غير فاعلة، لا تملك البدائل، وهي تهم قد لا أتفق معها شخصيا، لكن رأيي غير مهم. المهم أن هذا الكلام يتردد، والمهم أيضا أننا ينبغي أن ننصت إلى ردود الأحزاب على هذه التهم. أبدأ بسيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. سيادة النائب، أولا في اجتماعاتكم الحزبية كيف تشخصون حال الوطن؟ وهل لديكم حلول؟ هل لديكم بدائل؟ تفضل. يعني إذا كان لي أن أنا أتكلم عن تشخيص، فاسمح لي أن أقول أني مش من الناس اللي بتشوف أن الصورة سودة، لكني بالتأكيد مش من الناس اللي بتشوف أن هي وردية. الناس في مصر بتثق في الدولة وقدرتها، خاصة لما بتشوف مشروعات زي حياة كريمة وشبكة الطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات. ولكن رغم هذه الثقة أصبح لديهم تساؤلات حول تكلفة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على حياتهم، وده اللي بيخلي كلام الحكومة عن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد يظل بلا صدى، لأن التضخم وارتفاع الأسعار أصبح التحدي الأكبر داخل كل بيت في مصر. وده اللي بيخليني بقول بكل ثقة أن التضخم وارتفاع الأسعار هو عدو الدولة الأهم حاليا، والذي لا يمكن مواجهته إلا بتكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبالتوازي معهم ملف الاستثمار والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب العمل الحكومي. إننا في العدل كحزب ليبرالي معارض خرج من رحم ثورة 25 يناير لينتقل من الثورة كفعل للإصلاح كطريق وفكر. نؤمن أن المعارضة تستلزم مسؤولية أخلاقية في القول والفعل، فلا نبشر بأمل زائف ولا نصبح درويش للسلبيات وترويجها. لذا فنحن لسنا مغرمين بالحديث عن الماضي، ولكن ما يهمنا هو المستقبل، والذي نرى أنه يصعب الانتقال إليه بدون مواجهة مع البيروقراطية التي تجاوزت منطق المحافظة إلى الجمود، وأصبحت هي ذاتها عبء على ما وجدت من أجل خدمته وهو المجتمع والدولة. احنا من دقائق استمعنا لمبادرة ابدأ اللي بعتبرها احد اهم المبادرات اللي بتتنفذ على ارض المحروسة، ولكن عشان نساعد ابدأ لازم نتعامل معها تشريعيا وتنظيميا عشان المنظومة تكتمل. احنا دايما بنسمع كلام الحكومة اللي بتتكلم فيه عن الاستثمار والقطاع الخاص وتعظيم دوره وتقديم حوافز دي، لكن السؤال المهم امتى هنتكلم عن السوق؟ السوق الحر هو اللي بيخلق استثمار وقطاع خاص قوي وليس العكس. والاهم من الحوافز هو وضوح وشفافية التكاليف غير المباشرة والمباشرة امام المستثمر. انما حجم التضارب اللي بنشوفه والموجود ان كل جهة عايزة تجيب موارد بتمارس سلطة على المصانع وبتعدل في قانونها الخاص او تفرض رسوم غير مباشرة بقى بيؤدي لتخبط شديد. سيادة الرئيس اتكلم من دقائق على مسألة ان احنا لازم نقلل الفاتورة الاستيرادية. المصانع في مصر يا فندم احنا عندنا اكتر من 13 جهة داخل مصر، بعضهم لديه الضبطية القضائية لحد انه لديه الحق في اغلاق المنشأة. لو قلنا ان 13 جهة دول كل جهة نزلت يوم في الشهر مع الاربع ايام بتوع الجمعة، يعني عندنا اكتر من نص ايام الشهر صاحب المصنع المتوسط او الصغير مطلوب منه انه يقعد يشوف مع هذه اللجان هيعمل ايه، عشان بيخاف من اي محاضر او اي غرامات تفرض عليه. هذه البيئه يجب ان تتغير، هذه المنظومه يجب ان ينظر اليها بشكل كامل، وانه اي مصروفات الدوله عايزاها او هذه الهيئات محتاجاها ممكن تتجمع في هيئه واحده للتحصيل، وهذه الهيئه تعطي هذه الاموال لباقي الجهات. الجزء الثاني يا فندم متعلق بالإصلاح الإداري. عمري ما هنسى أول يوم حضرت فيه استلام الموازنة العامة للدولة في لجنة الخطة والموازنة، وحالة الذهول اللي كنت فيها، لأني عمري ما كنت متخيل أن الموازنة بهذا الحجم. إحنا بنتكلم عن موازنة تشمل 1636 جهة إدارية بداخلها. ومع الوقت ومع كتر الاجتماعات ابتدى يبقى عندي تساؤل حوالين
ايه الحجم ده كله؟ وليه كتير من الهيئات اللي داخل الموازنه العامه ما بتندمجش مع بعض، خاصه انه كتير منها بيحصل بينها تضارب في الاختصاصات، وانه لو حصل هذا الدمج هيتعالج عدد من المشاكل. اولها هو انه مشكله نقص الموظفين هتتحل، لانه هيبقى هنا موظفين وانا موظفين، فده هيكبر الهيكل الاداري، تقليل النفقات، والاهم هو الحوكمه ورشاقه الجهاز الاداري. وهدي امثله ليه عندنا هيئه تنشيط السياحه وهيئه تنميه السياحه ما بيندمجوش مع بعض، ليه صندوق تنميه الصادرات المصريه ما بيندمجش مع الهيئه العامه لتنميه الصادرات، ليه مركز تعليم الكبار بسرس الليان ما بيندمجش مع هيئه محو الاميه وتعليم الكبار، ليه جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ما بيضمش على الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، ليه دار الكتب لا تدمج مع الهيئه العامه للكتاب. واسمح لي عشان وقت سيادتك والقاعه، احنا عندنا تصور كامل لمساله الاصلاح الاداري والهيكلي، يعني اتمنى ان انا اعطيه لسيادتك للاطلاع عليه. سيادة النائب بس تسمح انا لا 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 سيبه لو سمحت كما تشاء سيدي، لا المعارضه ليها مكان. اتفضل. شكرا يا رئيس. سيادة الرئيس، احدثت الدعوه للحوار الوطني حاله حراك حقيقي، واعادت الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، ولكن وحتى لا نضل الطريق للجمهورية المدنية الديمقراطية الجديدة التي نحلم بها جميعا، فإننا نحتاج إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والتشريعية والتنفيذية بما يسمح بفتح المجال العام للأحزاب المدنية للعمل السياسي، إصلاحات تقف فيها الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة بين الأحزاب السياسية. السيد الرئيس، إن ما حدث من مجهودات خلال شهور مضت من لجنة العفو الرئاسي ولجان الدمج وكل الجهات الأمنية والنيابة العامة من أجل تعزيز مناخ الثقة بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وصلوا لأكثر من 1400 شخص أسعدنا جميعا وعزز مناخ الثقة وأسهم بشكل واضح في تهيئة الأجواء للحوار الوطني، ولكننا نتطلع بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو وبمناسبة عيد الأضحى بإصدار قائمة عفو جديدة من سيادتكم تتضمن الأسماء المتبقية من القوائم التي تقدمت بها الحركة المدنية الديمقراطية منذ بدء الدعوة للحوار الوطني، ونتطلع بعدها لإغلاق الملف نهائيا كمخرج من مخرجات الحوار الوطني يشمل إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بالحريات التي صدرت أثناء مواجهة الدولة للحرب على الإرهاب. وأخيرا وليس آخرا، أنا نائب عن المحلة الكبرى يا رئيس، وأهالي المحلة الكبرى موصيني بتوصية مهمة جدا إن أنقل لحضرتك دعوتهم لزيارة المدينة، وإنه افتتاح المرحلة الأولى من مصنع غزل المحلة الجديد يكون بتشريف سيادتك في المدينة وليس عبر الفيديو كونفرنس. وكذلك إذا سمحت لي، يعني أنا شعرت بالغبطة وأنا بشوف حجم المشاريع التي رأيناها في افتتاح الأسكندرية النهاردة والبحيرة. أهل المحلة عندهم تطلع أن يكون لديهم حظ في مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسط الدخل اللي لم يأتيها هذا القطار منذ عقود، وكمان محتاجين إنشاء طرق ومحاور جديدة تخدم على حجم الحركة المتوقع على المصنع الجديد. احنا النهاردة بنتكلم عن مصنع هينتج أكتر من 60 طن في اليوم ويوصلوا ل 120 طن. هذا المصنع لا يوجد له غير طريق واحد اللي هو طريق المدينة يخدم عليه. احنا عملنا جزء مع المحافظة خلال الفترة الماضية بمحور جديد، لكن محتاج تكملة كبيرة عشان نقدر ان احنا نطور هذا العمل. اخيرا الرئيس، اسمح لي اني اسأل سيادتك سؤال متعلق به بما ان سيادتك الداعي. توقعات حضرتك كرئيس للدولة من الحوار الوطني واهم النتائج التي تحب ان تراها كرئيس مرفوعة لسيادتك عشان تقرها. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك ولازم تكون متأكد إن إحنا في افتتاح المصنع لازم هكون موجودين، لأن الدواعي بتاع افتتاحه بالفيديو كونفرنس تجاوزناه الحمد لله، الكوفيد خلصت بفضل الله سبحانه وتعالى.